مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في ليله جديده من ليالي رمضان على قناه مصر الزراعيه. كل سنه وحضراتكم طيبين ودايما معانا على الخير متجمعين. خلاص للاسف دي اخر ليله من ليالي رمضان، يوم الاربعاء والخميس ان شاء الله هيكونوا اجازه، لكن طبعا احنا مكملين مع حضراتكم سبت وحد واثنين وثلاث، لكن الاربعاء والخميس يعني خلاص مش هنكون موجودين معاكم. فكل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب يكون تكون كل البرامج اللي قدمناها لحضراتكم عجبتكم واستفدتوا منها. والحقيقة أن كل زمايلنا في القناة يعني بذلوا أقصى مجهود عندهم عشان يقدروا يقدموا لحضراتكم معلومات مفيدة، لأنه هدفنا الإفادة وليس فقط الترفيه والتسلية، ولكن الإفادة والتغيير وتقديم المعلومة بشكل في تطوير، في مثلا عدم انحياز بقى للموجة. احنا مش دايما بنشوف الترند ايه فبنجري وراه، لا احنا بنشوف المفيد والهادف والشيء القيم واللي يليق بحضراتكم. عشان كده بنسعى دايما لتقديم محتوى هادف بعيدا عن الترند، بعيدا عن اي موجة، احنا اللي بنصنع لنفسنا الموجة او الخط اللي نمشي عليه. وطبعا كان دايما اهتمامنا الاول والاخير هو تقديم المعلومة المفيدة للمزارع المصري. طبعا خلاص ابتدت الليالي الوترية في شهر رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. انا من الناس اللي حسيت انه الشهر الكريم جرى بسرعة جدا جدا، سبحان الله فعلا ايام معدودات. اللي عمل اللي عليه في العشرين يوم اللي فاتوا كتر خيره وربنا يجازيه الف خير، واللي كان شوية مقصر أو مشغول أنت لسه عندك فرصة ذهبية. أنا مبسوطة أن احنا بيبقى عندنا مجال في شهر رمضان نتكلم على الروحانيات ونتكلم على العبادات، لأنه ده شيء مهم جدا بنفقده طول أيام السنة. طول أيام السنة بتبقى مشغول بحياتك اليومية والعملية وبتنشغل في أعباء الدنيا، لكن عندك العشرة دول، العشرة الأواخر من رمضان دول فعلا فيهم منجم ذهب. كل واحد فينا قدامه هذا المنجم مفتوح ليه، اقتبس واقتنس منه كل اللي تقدر عليه. الناس في الدنيا ثلاث أنواع بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، عشان في واحد بيعبد ربنا خوفا من النار، وده راجل خايف على نفسه وربنا يا رب يعافينا من نار جهنم ويبعدنا عنها. وفي واحد تاني طمعا في الجنة، ده يا بخته ويا هناه، لأنه بيتخيل المشهد الحلو المشهد الجميل اللي كلنا بنحلم بيه، إننا نقابل حبايبنا اللي فقدناهم في الدنيا نقابلهم في جنة النعيم جنة الخلد، وإننا نتمتع بالنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين في القرآن الكريم. وربنا سبحانه وتعالى وعده وعد حق، وعدك بحاجات كتير حلوة جميلة في الجنة. فالناس بتحب تعبد ربنا عشان الجنة، وفي ناس تانية حلوة قوي 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 قوي، واعتقد يعني في ظني المتواضع ان دول اعلى مرتبه، دول مش بيعبدوا ربنا خوفا من النار ولا طمعا في الجنه، لا دول بيعبدوا ربنا حبا في الله سبحانه وتعالى، حبا في التقرب اليه. فانت دايما ادعي ربنا انه يصطفيك، انه يخليك من الناس اللي بتعبده حبا وطمعا وكرما وعشقا، لانه انت لو كان ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى انس، وما بينك وما بينه سبحانه وتعالى صلة، هتلاقي سكينة وراحة بال وطمأنينة وهدوء، وهتلاقي نفسك مستقر في حياتك في كل تفاصيلها. فلو انت كنت من النوع الثالث اغتنم بقى هذه الفرصة، وادعي دايما ربنا انه يزيدك من هذه النعمة، وانه يسخرك للعبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها وبيرضى عنها. نوع بقى، يعني عندك مثلا في ناس بتتخيل ان الدعوة مستجابة ساعة الفطار وانت بتفطر، لا ده انت عندك ساعة من اول ما انت صايم من الفجر لحد المغرب عندك ان شاء الله الدعاء مستجاب وانت صايم، فادعي على قد ما تقدر. كمان قسم الليل بتاعك بعد المغرب، صلي المغرب وافطر واقعد كده مع اهلك واصحابك وجيرانك وصل ارحامك، فان شاء الله تكون قضيت عبادة مهمة جدا وهي صلة الأرحام. صلي التراويح وبعد كده اقعد اقرأ شوية قرآن، وبعد كده قوم شوف أهلك، وبعد كده ارجع تاني عشان تبتدي التهجد. صلي على قد ما تقدر، 8 10 20 ركعة اللي ربنا يقدرك عليه. بعد كده اقعد اقرأ قرآن على قد ما تقدر وما تيسر لك من القرآن،
بتدبر وبفهم وبتمعن في كل كلمة سبحانه وتعالى خاطب الناس فيها من خلال كتابه الكريم. خلي دايما الوقت بقى اللي هو وقت السحر، اللي هو وقت السكون، اللي قليلين قوي من الناس اللي بيركزوا في هذا التوقيت اللي هو قبل الفجر على طول. اقعد بقى اذكر وادعي بالاذكار اللي انت نفسك فيها، وسيب الباقي على رب العالمين. ما تقعدش تقول النهارده بكره ليله القدر، لا، خليك مقاتل، خليك فدائي، افدي نفسك في السنه اللي انت ضيعتها من عمرك في ذنوب ومعاصي، لان كلنا خطائين وخير الخطائين التوابين. فانت خليك من الناس دي، اقعد اذكر وسبح وادعي ربنا، ده سبحانه وتعالى الكريم. ادعيه باللي نفسك فيه واللي حتى اي نفس بشريه ما تقدرش عليه، لكن مين اللي هيقدر؟ رب العالمين، لانه سبحانه وتعالى بيقسم الارزاق، بيوسع الارزاق على كل الناس. اجتهد واتعب في الايام دي، صدقني هترتاح قوي السنين اللي جايه، لان انت بتحس ان انت طالع من شهر رمضان كده نقي، مغسول من كل الذنوب ومن كل المعاصي اللي كلنا للاسف بنعملها. حاول على قد ما تقدر دايما، وخصوصا ست البيت وانت بتفطري اهل بيتك، خدي النيه. انا عارفه ان ستاتنا واهالينا وامهاتنا عارفين الموضوع ده، بس جددي النيه انك انت لما بتعزمي عزومه ولا بتفطري اهل بيتك، ده ابتغاء مرضات الله وان انت بتفطري صايم. ويساعدك يا هناك كمان لو كان عندك مقدره انك انت حتى تفطر صايم، حتى ولو بوجبه واحده، يعني وجبه الفطار فطروا، نزل لحارس العقار، نزل لأي حد من جيرانك من اللي حواليك في الشارع، نزل وجبة من اللي انت بتاكلها زيك زيه بالظبط، زي أهل بيتك ما بياكلوا، نزل للسائل الكريم اللي تحت في الشارع ده اللي مستني هذه الوجبة. وخد النية، أعتقد أن انت لو عملت كده وأخلصت النية، والأحلى والأحلى أنه رمضان ده تاخد فيه عهد على نفسك. عهد إيه؟ أنك تتغير، أنك مثلا ما تتابعش مسلسلات، أنك ما تضيعش صيامك في نميمة، في غيبة، في عصبية، في توتر، في بعد عن الحالة الملائكية اللي انت فعلا بتبقى فيها لان انت صايم، فبتبتعد عن شهوات الدنيا وبتبقى اشبه بالملائكة. خد عهد على نفسك انه لما يخلص رمضان ما تخلصش الحاجات الحلوة معاه، خليها مكملة معاك، لان احنا ان كنا من اهل الدنيا ربنا يا رب يحسن ختامنا في رمضان ده. يا عالم يجي علينا رمضان الجاي هنكون من اهل الدنيا ولا من اهل يعني الاخرة. فاغتنم الفرصة دي وخد عهد ما تغيروش وما تقطعوش، وطالما انت فاكر عهدك ووعدك مع رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى دايما فاكرك ودايما بيطبطب على قلبك بكل حاجة انت بتتمناها، هتلاقيها انها موجودة عند ربنا سبحانه وتعالى. خلي الروحانيات والإيمان والحب والذكر دائم في العشر الأواخر وفي غير العشر الأواخر، ما تاخدكوش الدنيا ومتعها ولهوها ولعبها بعد ما بيخلص رمضان، خليكوا دايما مكملين، لان الروح دي روح حلوه قوي، اللي بيغتنمها وبيتمتع بيها بيحس بحلاوتها بجد. وربنا ان شاء الله يغفر لنا ذنوبنا جميعا ويتقبل صيامنا وصلاتنا وصالح اعمالنا، والكلمه الحلوه والابتسامه والبشاشه، انك تبقى بشوش مش عبوس كده والناس تقول لك اعوذ بالله، لانه الناس بتمشي وبتروح، لكن اللي بيبقى بجد الذكرى الحلوه يقول لك ده فلان جميل، ده فلان كان كويس. شفت جنازه من قريب، يعني مش من قريب قوي، كانت جنازه رجل اعمال شهير طيب المهندس ربنا يرحمه محمود العربي. شفت كميه الناس اللي موجوده في الجنازه بتاعته، قلت ايه ده، هو في كده؟ البلد كلها كانت طالعه الجنازه، والبلد كلها كانت زعلانه عليه، والاطفال كانت عاملين له ختمه للقران، كانوا قاعدين في الساحه بتاعه المسجد والشيخ بيقرا وهم بيقروا وراه، الاطفال الصغيرين البنات، لانه ما سابش حد، ما كانش بيقفل بابه ابدا في وش حد، كان بشوش قوي بصراحه. انا غيرت بصراحه، انا قلت يعني يا سلام لو الواحد يبقى عنده ربع الجنازه دي، يعني انا مش طمعانه ان تمنها حتى، ان الناس تقول لا ده كان الانسانه دي كانت كويسه، كانت بشوشه، كان. فانت بص لقدام انه مش هيبقى لك غير انك تكون سايب ذكرى كويسة عند الناس، حتى لو كانت بمعاملة كويسة. فإن شاء الله بإذن الله ربنا ينعم علينا بهذه النعمة، ونترك ذكرى حلوة
ونربي أولادنا بشكل حلو يكونوا صالحين وبارين وأصحاب علم الناس تنتفع بيه. النهاردة بقى عندنا فقرات كتير زي ما عودناكم، والخميس لازم يكون عندنا فقرات مميزة. هنتكلم مع حضراتكم في فقرة خاصة جدا عن التمور، أخبارنا إيه في التمور واستهلاكنا وإنتاجنا، وكمان الجمعيات الأهلية هنتكلم عنها والدور المهم جدا اللي بتقوم بيه، وتفاصيل تانية كتير هنتعرف عليها من خلال فقرتنا الحوارية في ليلة جديدة من ليالينا الرمضانية على قناة مصر الزراعية، ولكن بعد الفاصل.